عندي جاري رجل خدام وليد فاميليا رزين في الكلام ولا وحدو عالعام في الليل ما يجيه منام يحكى لي حكايته عرفت اللي كان نشوى للدات وراح بلا مان قال لي ساعة محياتي بلا تخمام استقامت لي عوام خلوني النوم خلوني النوم خلوني ننسى الهم اللي داني في هذا اليوم خلوني النوم خلوني النوم خلوني ننسى الهم اللي داني في هذا اليوم راح نحكي لك كايت انسان شوك شرح غلط سي بوز انا ديفو بزاف اللي كيفو على نيفو خلف الخلاط صح صرات هما بزاف غاشي في الدار وعايشين في الضيق الجنب تيفيق قالهم ما يسلكني حتى واحد دبر صاحبي رافيق ورا ما كروزاها بري دي جور تما حكالو لي سوار قالو ماشي بروبليم تلقاني قدام البحر كي ظلام نهار ما تقولش للدار ما تجيبش لي زار كاين وين ترقدو ما كانش الغبار جيب غير الكوار راني تما في الدار كاينه حاجه تنحي لك الكوشمار موفي دي بار جان دي باركا ولا يعرف لاكاليتي والماركه مور ما طير النفاس قالو له جاك تحس في روحك دوكا جان تشوكا مسكين مدوخة بانت لو مود واحد اخر قالوا زيد نفر نطلع لك قرا واحد اخر زيد تتبحر يوم ور يوم والفها ولا ما يقدرش يرقد لا ما يتكيفهم يحوش يفهم الحق وين طاح موك يما هجي يفها ولا تلاطوس ما دين له والو ولا يدوم دي ماكسيموم زد لاكاش يشرب ليسونسيال يسي كيفاش ينسى الهموم سقسيوني اليوم على حالته مر ما تحوز مدي كيسني في وبيكي مرضو ما يداواش حتى سبيطارة بريفي شانت حالته كي تفكر يا ماتو اللي كان فيهم مبويسون دمو عينيه بكاد كي ديكوفرا باللي عنده فيروس في الصون دي زاكسيدون بزاف راهم يصراو في هاد لو كار حين كاع فوس بيس الوقت صعب لي فينا اللي كاكا بكا شحال من مريض برومي ديسمبر فكروا في الصيدا ما يشفي كاع على مرضى واللي جابها ربي لازم بيها ترضى في دار تاري زيوت جديد عمره صغير وهمه كبير خلص غلطة بابا ما عنده ما يدير إما مسكينة حيران عليه كيفاش راجلها والسخي الدين ودا عينكم عام كي تسمع تحير